Match Algérie-Cameroun, Gassama, Jamel Debbouze, Lagja. حتى في المغرب كاين وسيط هو جمال دبوز. هذا جمال لا لا اللي يضع عليه الكوميدياني هو يقول لك ثاني وسيط جمال دبوز. جمال دبوز وسيط في القضية تاع قاسما. واسمح لي ومازال يخرج شوف لو كان جات القضية سهلة كانت الفيفا تاخذ قرار وفي أقرب وقت، لأنه ما تنجمش تلاعب بقرارات أو بدوسي كيما هذا. سي خضروني تفضل. واش دخلوا جمال دبوس الفن والتمثيل وكوميدي كلاب ما على باليش؟ اسمع بونجور دو ماروك لورير دو مراكش مشينا نديرو. اسمع سيدي يقعد مع الملك، يقعد مع القجع، يقعد مع كذا، إلي انفليون، إل في باري، مدام، دونك إل في باري، دونك وقاسما عنده علاقات في فرنسا. صدر شوف انا ما رانيش مختص في هذه الاشياء باسكو ما لاربيتراج دو كوتي، بس عندنا معلومات، احنا كرياضيين عندنا معلومات في هذه الوساطه. شوف انا يا القجع، شوف هو ما تحملش المقابله كي ربحناه في المروك، كي ربحناه في قطر، والتسجيل كان من عند بليلي، الهدف العالمي يبقى عالمي حتى في التاريخ، تبقى الجزائر راسها مرفوعه، لانه القجع دابو داب الجزائر، دي ديكلاراسيون تاع هاليلوزيتش، قال له ماطوني القلب تاع الجزائر، انا ما نزيدلكش، السلام عليكم، هذا واش نزيد لك. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.